السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يلا بينا نصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. النهاردة هقول لكم السعرات الحرارية اللي في البانكيك واللي في الشاي بلبن. الشاي بلبن الكوب الصغير ده عامل 90 سعرة حراري، اما المج عامل 100 سعرة حراري. البانكيك بقى 100 جرام بيعمل 225 سعرة حرارية ومليان بالبروتين والكالسيوم ومفيد جدا للأطفال ووجبة صحية جدا للدايت وللعشاء، طبعا حلوة وخفيفة وللفطار وجبة مشبعة. يعني البانكيك ده لازم يبقى في النظام الدايت، لو واحدة بتعمل دايت يبقى في نظامها تعمله فطار أو عشاء. وطبعا للأطفال الصغيرين مفيد جدا علشان هما لسه بيبنوا جسمهم، فمحتاجين للكالسيوم للبروتين، وطبعا هو مليان فيتامينات كتيرة علشان بيحتوي على لبن وعلى بيض. فالحاجات دي كلها بتبقى صحية طبعا، فده بيبقى خيار مناسب جدا للدايت وللأطفال. ويا رب الفيديو يعجبكم، وتنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس، ولو عجبكم الفيديو حطوا لايك. باي باي.